هذه الشبكة الإجرامية التي تختص في الاستيراد والتوزيع لمادة الكوكايين الخام المعروف باللوكخاك، هذه العملية التي جاءت والتي أنجزت من قبل فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، تم الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر، وكان عددهم بستة أفراد. وبعد استصدار إذن بالتفتيش تم استرجاع 12 مركبة من الطراز الرفيع، درجتين من الحجم الكبير، وكذا الشاحنة التي كانت تستعمل في التوزيع. القيمة المالية للمحجوزات أي للأربعة كيلوغرام و 200.250 جرام لمادة الكوكايين، وكذا المبلغ المالي المسترجع والمقدر ب 3 ملايير 800 مليون سنتيم، تقدر ب 10 ملايير سنتيم.